نعم الرجل عمر بن الخطاب مفخرتنا، مفخرة التاريخ الإسلامي. أيد الله به الدين وأقر عيون الصالحين، كان إسلامه عزا وهجرته فتحا ونصرا وإمارته عدلا ورحمة. المسور بن مخرمة قال: كنا نصحب عمر نتعلم منه الورع، وإن كنا لا نحسب أن ملكا بين عينيه يسدده وأن شياطين الأرض تفرق منه. لما أسلم فرح أهل السماء وانتصف المسلمون ودعي للإسلام علانية وصلى الناس وطافوا في البيت في وضح النهار. ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. والله إن سيرة هذا الإنسان تزكو بها النفوس الطيبة وترق لها القلوب الغافلة. أخباره بالخوف من الله والزهد في الحياة الدنيا تبعث البصيرة في النفوس الطيبة حتى تدلهم على دروب النجاة.